للحديث أكثر عن حجب مواقع إلكترونية لإيران وميليشياتها والدور الذي تلعبه الميليشيات المدعومة من الحكومة في قمع الثوار، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير واستشاري الإعلام الرقمي عمر الشال، وكذلك ينضم إلينا أيضا عبر سكايب من بغداد الناشط في التظاهرات علي عزيز. أهلا بك، وأبدأ معك أستاذ عمر. يعني وزارة العدل الأمريكية وكما تعلم حجبت اليوم مواقع إيرانية وأخرى تابعة للميليشيات التي تتبع إيران، باعتقادك وبداية ما الأسباب التي على أساسها يتم حجب المواقع الإلكترونية؟ تفضل. السلام عليكم. طيب، بداية موضوع الحجب من الناحية التقنية توجد عدة طرق لحجب المواقع. نعم. ما حدث في المواقع المذكورة من الإدارة الأمريكية ليس حجبا. الحجب مقصود بأن عندما تريد الدخول على الموقع الإلكتروني تظهر لك رسالة أن هذا الموقع لا يمكن الوصول له. يتم الحجب إما على مستوى الدومين نيم، الرابط، الاسم، الموقع، أو عبر الاي بي، الرقم المربوط بالدومين. ما حدث هو أن الحكومة الأمريكية قامت ب مصادرة الدومين نيمز أو الأسماء المواقع، بمعنى أن الموقع نفسه بمحتواه ما زال موجودا في مكان ما عبر الإنترنت، يمكن ربطه بدومين جديد. هذا الأمر طبعا هو أعلى درجة من درجات الحجب، وحقيقة لا يقدر عليه إلا الإدارة الأمريكية، لأن الهيئات المسؤولة، ويفترض الهيئات دي أن تكون هي هيئات حيادية، الهيئات المسؤولة عن إدارة الدومين نيمز وربطها والأمور الخاصة بها هي في النهاية إدارات أمريكية. فما حدث أن الحكومة الأمريكية استحوذت أو صادرت هذه الأسماء المواقع الدومين نيمز، ولا يملك أي جهة أخرى على الأرض أن تقوم بهذا العمل إلا الإدارة الأمريكية. نعم، ابقى معي عموما سيد عمر، سأعود إليك. أنتقل إليك أستاذ علي عزيز وأرحب بك مجددا. يعني استمعنا إلى الأسباب الفنية التي على أساسها حجبت أمريكا مواقع تابعة لإيران وميليشياتها، إلى أي مدى عانيتم أنتم كثوار من هذه المواقع الإلكترونية؟ وحدثنا عن أشكال المعاناة التي لمستموها على أرض الواقع، تفضل. نعم، طبعا هذه المواقع الالكترونيه وبالتحديد قنواتهم التلفازيه وحتى الراديوات عبر الاثير، نعم، طبعا بثت كميات كبيره جدا من السموم، من السموم الصفراء، يعني شبهوا ثورتنا بانه هي عباره عن مجموعه شباب محتاج. يعني استخدموا اساليب التحريض من خلال نشر صورنا ونشر اسماءنا، ومن خلال كذلك يمكن أقول لك العديد من القنوات وصفتنا بأنه نحن عملاء إلى أمريكا، عملاء إلى الكيان الصهيوني. نعم. يعني استخدموا كل أنواع التحريض، وبالتالي طينا هذا العدد من الشهداء إحنا وهم يتحملون جزء كبير من التحريض. نعم سيد عمر، أعود إليك مجددا. يعني هل يحق لوزارة العدل الأمريكية حجب أي موقع على تلك الأسس التي تفضلت بذكرها في بداية هذا اللقاء؟ نعم، يفترض أن يتم الحجب بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. هذا الأمر سواء يخص أمريكا أو أي دولة في مستوى العالم، لا يتم هذا بقرار إداري أو قرار حكومي، وإنما يصدر عبر حكم نهائي بات من الحكومة المركزية. نعم. عذرا، من القضاء المسؤول عن هذا الأمر. ما حدث في أمريكا هو أن القانون يعطي الحق لأمريكا في تحت زعم، نعم، أو تحت مسمى محاربة الإرهاب وما شابه، فهذا أعطى لها الحق بدون شك أن تقوم بهذا الإجراء. وكما رأيت حضرتك هذه المواقع قد نختلف كثيرا مع محتواها، ولكن كذلك نختلف مع الإجراء نفسه، لأن الإجراء هذا يفتح الباب بدون أي تحفظ أي جهة تراها أمريكا أو يراها الحكم في أمريكا، الجهة الحاكمة في أمريكا، أن هذا هي جهة إرهابية. ونعرف أن كثير من القوات أو المقاومة الفلسطينية تصنف في أمريكا أن هي جهات إرهابية، فلها القدرة على حجبها، وهذا الذي يدفع المقاومة ويدفع بعض المواقع الداعمة لها إلى التوجه لخارج الإنترنت المعروف، والتوجه إلى ما يسمى بالإنترنت العميق الذي هو خارج السيطرة حتى هذه اللحظة من الحكومة الأمريكية السيطرة المباشرة. سيد علي، يعني وكما تعلم يعني انتهاكات الميليشيات لا تقتصر فقط يعني على إطلاق الشائعات وشيطنة المتظاهرين، وإنما تعدت ذلك إلى التصفية الجسدية. بما تفسر استمرار الاغتيالات بالرغم من وعودات حكومية بمحاورة المتظاهرين؟
تفضل. لا، احنا الوعود الحكوميه لا نثق بها بتاتا. احنا نعتبر الحكومه هي جزء من النظام الميليشياوي. نعم. الحكومه الاحزاب اللي تمتلك الميليشيات هي التي اعطتها الثقه ومنحتها اياها بالبرلمان. فاحنا ما عندنا اي فرق ما بين الحكومه وما بين الميليشيات وما بين باقي افراد العصابه، عصابه الكاوبوي اللي نصبتها امريكا بعد عام 2003، وما نجي فيما بعد العصابات التي ارضعتها الصدور الايرانيه. اليوم انا بس يعني كخطوه امريكيه احب اعرج عليها كذلك باغلاق هذه المواقع. طبعا هي بسبب انه معلومات غير دقيقه او مفبركه تنشرها. لكن هذه المعلومات هي بالمناسبه ما تتعلق بالوضع في العراق، هي امريكا سدتها لان هي يعني شافت انه اكو خطر من هذه المواقع على الشعوب اللي موجوده بامريكا، العرب والمسلمين بالتحديد. لكن احنا كذلك بنفس الوقت ما ننسى، وهذا الشيء دائما لازم ننادي به ونذكر العالم كله، لولا غزو امريكا للعراق لما تمكنت هذه الميليشيات من فرض سطوتها الان بعد مرور 18 سنه بالعراق. لولا الغزو الامريكي الغير الشرعي واحتلال العراق عام 2003 مع بريطانيا، فما كانت هذه الميليشيا، احنا ما كنا نسمع بايران نهائيا. الان انجبرنا، طبعا هذا بفعل امريكا، احتلت البلد وحلت الجيش وحلت القوى الامنيه وسرحت الاجهزه الامنيه كلها، فبالتالي الساحه باتت فاضيه وايران صالت وجالت بالعراق واحنا دفعنا الثمن الشعب العراقي. ابقى معي سيد علي، اعود اليك سيد عمر مجددا. يعني كيف يتم اثبات خرق تلك المواقع لضوابط النشر التي اشرت اليها في اجابتك على السؤال السابق؟ نعم، وان كان لي الفرصه ان يعني اخذ الكلام خارج السياق قليلا. تفضل. اني ارى تفضل يعني تاكيدا لكلام الاستاذ علي ان امريكا مستفيده جدا من وجود ايران ومن من تاثيرها على المنطقه، لان هذا يجعل الدول العربيه دائما ما تهرع لامريكا طلبا للدعم وطلبا للحمايه، بس هذا ما اردت ان اشير اليه. نعم. اجابه لسؤالك عن اثبات الخرق، كيف يتم اثبات خرق تلك المواقع للضوابط المتعلقة بالنشر والتي أشرت إليها؟ بالتأكيد. نعم، الإثبات الخرق يتم عبر عدة خطوات، تبدأ من وجود محتوى ينافس أو عذرا يخالف قواعد النشر التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. قد يكون هناك فقط ما يكفي أن يكون منشور هو يحرض على العنف من وجهة نظرهم، قد يكون هناك منشور أو خبر في موقع من الأخبار، هو الموقع يعتبر خبر يدعم إيران وهذا بالتأكيد كان موجود، وبالتالي يتم عمل قضية أمام الجهات المختصة في أمريكا، ثم يتم يعني الموضوع يأخذ كثير من الخطوات حتى يصل إلى المحكمة، ثم يتم إصدار حكم قضائي بغلق المواقع. وكما قلت هم أرادوا ليس فقط غلق المواقع، هذا في إمكانهم وبمنتهى السهولة، ومئة بالمئة أن محتوى هذه المواقع هو خارج تحكم الإدارة الأمريكية، هذا 100%. نعم. الهوستينج أو الاستضافة الخاصة بالمواقع ليست في أمريكا، ما قامت به أمريكا هو الاستيلاء أو مصادرة الدومين نيمز حتى يعني تصعب الأمر على المحتوى الموجود، سواء كانت محتوى لقنوات فضائية أو محتوى إخباري كما ذكر في التقرير الأول. نعم. سيد علي، هناك تقرير لمركز تشاتام هاوس للأبحاث يعني يرى أن أهداف ميليشيا الحشد هي ذاتها أهداف الأحزاب السياسية. السؤال هنا، كيف تنظرون للأحزاب السياسية ودورها في الأزمة التي يعيشها العراق هذه الأيام؟ الأحزاب السياسية ما بعد 2003 احنا جميعها طبعا نعتبر هي مساهمة بنظام فرضته أمريكا. نعم. على العراق عبر الغزو الأمريكي، فبالتالي يعني من أبسط احنا وأوضح أهدافنا كثورة تشرين هو إسقاط العملية السياسية برمتها وتجميد العمل بالدستور وتشكيل حكومة طوارئ أو حكومة القائد الوطني خلينا نسميها أكثر تحديدا يعني لفترة انتقالية معينة. احنا اليوم هذه الأحزاب نعتبرها جميعها مساهمة بالفساد، مساهمة بالسرقات، مساهمة بجرائم القتل والاغتيال والخطف. أنت يمكن تعرف تاريخ العراق بعد 2003، أول أيام كانت الميليشيات ما عندها ما تملك شيء، عصابات بين الشوارع، فكانوا يخطفون الناس ويسوموهم ويأخذون يبتزون أهلهم المبالغ مالية، والآن بنوا نفسهم والآن يملكون الدبابات والطيارات المسيرة والدروع. إحنا اليوم كثورة تشرين هذا الشيء اللي صار بالعراق، هذه الثورة العظيمة، إحنا نتصور اليوم أنه وصلنا إلى النهاية. اليوم خارطة القوة بالمنطقة كلها متجهة نحو التغيير، وهذا التغيير راح يكون تغيير إيجابي لصالح القوى الوطنية، القوى التحررية. اليوم
التوازن بالعالم ما عادت أمريكا تقود العالم ذو القطب الواحد الآن. الآن نشوف الدب الروسي تعافى يعني أعاد التوازن للعالم بشكل عام. شوف بأوروبا بآسيا بأفريقيا بالشرق الأوسط بالتحديد. أما إيران اليوم ترى إيران القوى العظمى الجديدة ما تنظرها غير مروج إلى التنين الصيني كمرشندايزر. فإذا الآن النقاط إحنا برأينا راح يتم وضعها على الحروف. بالتالي إحنا أساسا ما نثق ترى ما نثق بأي خطوة من الخطوات اللي تقوم بها الإدارة الأمريكية بتاتا، سواء كانت مع بحجب المواقع الإيرانية أو بتصريحات بومبيو سابقا أو بتصريحات البلينكين حاليا. ما نثق بهم إحنا، هذا بلد غازي، هو اللي استعمر العراق، هو اللي أتى بهذه القوى وهذه العصابة، هو من غذاها، هو من خلقها. نحن ما غير ليس علينا إلا مقاتلة ومجابهة هذه القوى. سأعود إليك سيد علي ريثما، أنتقل بالسؤال الآن إلى ضيفي من إسطنبول السيد عمر الشال، وهذا السؤال الأخير. يعني سيد عمر، لو طالبت الدولة أو الجهة التي حجب موقعها، لو طالبت برفع وإزالة الحجب، هل يمكن أن تستجيب واشنطن باعتقادكم؟ هل هذا متاح ووارد؟ من الناحية النظرية أو الفنية نعم يمكن ذلك، ولكن بالقواعد الأمريكية، بمعنى أن هذا يتم كما ذكرت عبر حكم قضائي، لذا يجب الدخول في نزاع قضائي على هذا الأمر. لابد من الجهة التي وقع عليها الضرر، سواء كانت قناة تلفزيونية مالكة لموقع أو موقع إخباري، أن تقوم برفع قضية أمام القضاء الأمريكي بالتحديد، وليس قضاء في أي دولة أخرى، لرفض القرار الذي تم بمصادرات اسم الموقع، وبناء على تقديم الأوراق المطلوبة والتأكيد على أن هذا الموقع، لأنه كثير من المواقع كما ذكر التقرير هي حذفت أو تم الاستيلاء على الأسماء المواقع تحت مسمى نشر الأخبار الكاذبة. فإذا أثبت أن هذا النشر كان لأخبار حقيقية أو لها وجهة نظر أخرى أو مقالات، لأن المقالات لا تصنف كأخبار كاذبة بالمناسبة، إذا تم إثبات ذلك فيمكن أن يأخذ أو يتخذ القرار أو القضاء الأمريكي قرار بإعادة الدومين نيم أو الاسم النطاق إلى مالكه الأساسي. الخبير واستشاري الإعلام الرقمي عمر الشال، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أتوجه إليك الآن بسؤالي الأخير سيد علي، يعني هل تعتقد أن لعبة التنسيق الأمريكي الإيراني التي بدأت عام 2003 باحتلال أمريكا للعراق وتوسعت وصولا إلى سوريا واليمن ولبنان، هل ترى أنها قد تكون شارفت على نهايتها، والآن ينتابهم مثلا حالة من النفور السياسي والإعلامي؟ طبعاً هي علاقتهم قبل 2003 بال91 لما انضربوا الجيش العراقي المنسحب من الكويت، وقبل ال91 لو نرجع أنت أساس الثورة الإسلامية تم تصديرها من باريس من الشانزليزيه بطيارة من باريس إلى طهران، وكان كل رجالات الثورة الإسلامية في حينها على متن هذه الطائرة. على أي حال العلاقة متينة والعلاقة قوية، تحكمها سياسة لوبيات عالمية، لكن الآن ميزان القوى في العالم تغير. الآن ما عاد أمريكا والإمبريالية ومعسكر الاتحاد الأوروبي أو معسكر الناتو ما عاد هو القوة الوحيدة فقط. اليوم عندنا اليوم موجودة قوة روسية عظمى صارت فرضت وجودها وفرضت سطوتها بالمنطقة، سواء بشمال أفريقيا أو بالشرق الأوسط عندنا بدولنا. فلذلك نحن نتوقع اليوم شهر العسل الذي طال منذ سنة 79 لحد الآن ما بين الثورة الإسلامية الإيرانية وما بين العالم الغربي والإمبريالية، نتصور وصل إلى نهاياته، نتوقع وصل إلى نهاياته. من بغداد كنت معنا عبر سكايب الناشط في التظاهرات علي عزيز، شكرا جزيلا لك.